وقد طلب مني جماعة من الموجودين هنا أن أذكر شيئا أيضا قبل هذا، أن ماذا يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني. قالوا مسألة، فأذكر على السريع ما ذكره علماء القرآن. قالوا ما يعني ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني، أولا أمور: التبحر في علم النحو وليس مجرد المعرفة اليسيرة، التبحر العربية، التبحر في علم التصريف، التبحر في علم اللغة، التبحر في علوم البلاغة وليس مجرد العلم، القراءات مثل مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين اقرأ، أسباب النزول، النظر في السياق، مراجعة المواطن القرآنية التي ورد فيها أمثال هذا التعبير، أن يعلم خصوصيات الاستعمال القرآني كالريح والرياح والغيث والمطر والصوم والصيام، والتغير في المفردات كاستطاعوا واستطاعوا ويتذكر ويتذكر، والخسر والخسار والخسران، تعبيرات قرآنية. ثم إدامة التأمل والتدبر والاطلاع على جملة ما كتبه الآخرون من المتقدمين والمعاصرين وغير ذلك من كتب التفسير وغيرها، والله أعلم. حبيت أن أجيب عن هذا السؤال.